حياكم الله مشاهدينا الكرام في حوار السلطه لهذا اليوم، وارحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد حيدر الملا القيادي في تحالف العزم. حياك الله، مرحبا. حياك الله يا اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير. الحمد لله والشكر مبارك لقناه سامراء، ومبارك لك يعني هذا المنبر ان شاء الله. كل الاحترام والتقدير، يكون دائما مصدر لابداعك واشعاعك. شكرا، كل الاحترام. دائما انا يعني افتخر بوجودك معي بصراحه. وخلينا، عندي عده محاور في حلقه هذا اليوم. ابدا من محور مهم واساسي، ويبدو هو يشكل قلق كبير للبيت السياسي السني وللعملية السياسية، موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب. أولا، فعلا الإطار هو من يعيق عملية انتخاب، أم هو القوة السياسية السنية هي التي لن تتفق لغاية الآن؟ شكرا جزيلا مرة ثانية أستاذ نصير. هل هنالك طرف سني يحاول أن يعرقل عملية انتخاب رئيس مجلس النواب؟ نعم، الجواب نعم. قلناها سابقا، السيد محمد الحلبوسي الرئيس السابق لمجلس النواب يحاول وضع العراقيل امام انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بغض النظر عن اسمه. هو يسعى في ان يبقى هذا الموعد او هذا الموقع شاغر، لكن هل معوقات او معرقلات السيد محمد الحلبوسي حاسمة ومؤثرة في عملية اختيار رئيس مجلس النواب من عدمها؟ الجواب يقول كلا. الكرة في ملعب قوى الإطار التنسيقي. القوة العددية التي يملكها أو كتل القوى الإطار التنسيقي هي صاحبة التأثير وصاحبة القرار بحسم هذا الملف، ولذلك المعوق يصبح قوى الإطار التنسيقي. اليوم كل المطلوب من عندهم هو عقد جلسة، وعقد الجلسة يعني هي بيد قوى الإطار لكونهم يملكون الأغلبية العددية المريحة داخل مجلس النواب. اليوم أيضا قوى الإطار التنسيقي ما عادت تملك زمام الأمور، يعني اليوم من تجي على قوى الإطار قد اتخذت قرار في جلسة يوم 22 القادم يفترض أن تحدد لانتخاب الرئيس، لكن اليوم السيد محسن المندلاوي أصبح يعني يغرد خارج سلب قوى الإطار، وأيضا يحاول أن يضع العراقيل. هسه جزء من أدها لدينا تسريبات بتفاهمات مع محمد الحلبوسي يحاول أن يعرقل قوى الإطار. لماذا لا تستطيع أن تمارس ضغطها نحو حسم هذا الملف؟ يعني هو الذي يجعلنا نقول الكرة في ملعبهم، وهم أصبح المعرقل لعملية انتخاب الرئيس. في فهمي على ضوء المتغيرات اللي تحدث بالإقليم وارتدادات هذا المتغير على كل المنطقة، والعراق ليس بمنأى عن هذه الارتدادات، وجود أحدى السلطات شاغرة، التمدد على استحقاق مكون من المكونات سينعكس سلبا بكل تأكيد على مجمل العملية السياسية، وقد لا سمح الله على النظام السياسي. يعني كما تعرف حضرتك اليوم دائما كانت هنالك نوع من المقاربات بين ما يحدث في لبنان وما يحدث من العراق منذ أيام تشرين، يعني سبقت أحداث تشرين أيضا حركات احتجاجية في بيروت، وجود محور المقاومة والسلاح المؤثر مثل ما موجود حزب الله في لبنان، مثل ما موجود محور المقاومة نفسه وسلاحه أيضا في الساحة العراقية. هل يوم أحدى أزمات ما يحدث في لبنان هو أيضا خلو استحقاق أحد المكونات، المكون المسيحي الماروني في موقع رئاسة الجمهورية، وهذا الخلو سوى تداعيات على الوضع اللبناني. اليوم عندما لبنان يتعرض إلى تهديد، حزب الله وجد نفسه لوحده لم يستطع أن يتعاضد معه بقية المكونات والشركاء السياسيين، لأن اليوم يقول لك والله جابوا رئيس وزراء ميقاتي على قياسات حزب الله مو ممثل المكون السني، واستحقاق المكون المسيحي ترك شاغرا بإرادة حزب الله لأنه أرادوا أيضا رئيس جمهورية على قياسات حزب الله. فأقول على قوى الإطار التنسيقي أن تكون لديها قراءة لما يحدث في المنطقة، وأن لا تبقي موقع رئاسة مجلس النواب شاغر بهذه الطريقة، ويعني التمدد الشيعي على موقع رئاسة مجلس النواب
اليوم ضرورة مو حفظا لحقوق المكون السني، ولكن انطلاقا من ضرورة لحفظ النظام السياسي وترسينه. طيب الاتفاق في داخل البيت السياسي السني بالفعل على الدكتور محمود المشهداني؟ يعني كما تعرف حضرتك اليوم أكو مستويات اثنين بالتمثيل السياسي، أكو المستوى الأول الذي تمثله الثلاثة أركان لدى الفاعل السياسي السني، العزم، السيادة، والتقدم. وهنالك مخرجات، يعني جهات سياسية خلينا نسميها تأتي في المرتبة الثانية. الثلاثة الرئيسيين اليوم اتفقوا على الدكتور محمود المشهداني، يعني في الجولة التي لم يفلح مجلس النواب الأخيرة في انتخاب رئيس كان الدكتور محمود المشهداني مرشحا لحزب تقدم، حرصا من العزم والسيادة وسعي لقطع الطريق على محاولات عرقلة انتخاب رئيس، قدموا كتاب قالوا أيضا احنا ندعم الدكتور محمود المشهداني. طيب حتى يقطعون الطريق، هذا قبل شهرين ولحد الآن ملتزمين. ملتزمين لحد الآن ملتزمين. طيب. حتى نقطع الطريق أمام من يحاول أن يعرقل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. فاليوم يعني حتى الفرية التي كانوا يتم الركون إليها من كون السنة غير متفقين، اليوم الدكتور محمود المشهداني العزم والسيادة أيضا داعمين له، وهو كان مرشح. وفعلا لو صارت جلسة مجلس النواب بانتخاب الرئيس بالفعل ستصوت العزم والسيادة إلى المشهداني؟ أي نعم. يعني شنو الضامن؟ مو قضية شنو الضمان، هو أساس الدكتور محمود المشهداني هو مرشح العزم. طيب. في بداية الترشيحات هو مرشح العزم. طيب. يعني كان هنالك. ما هو دخلوا في الجلسة السابقة وقالوا إحنا حنصوت لمحمود المشهداني وذهب التصويت على السيد سالم العيسى. في الجلسة السابقة العزم والسيادة كان موقفهم واضح بدعم سالم العيساوي. يعني قصدي العزم والسيادة ما عندهم موقف ظاهر وباطن، عندما يدعمون مرشح يعلنون عن ذلك، فكانوا داعمين، ولا كيف استطاع سالم أن يحظى ب 158 صوت. صح. فدا أقول حرصا منا في ملء الفراغ وأن لا يترك استحقاق المكون السني شاغر، من شفنا أكو خلاف على سالم العيساوي، وحتى نقطع الطريق على من يتعكس على أنه السنة غير متفقين، يا بنت تقدم داعم للدكتور محمد الشرع، أيضا إحنا داعمين للدكتور محمد الشرع، أعقدوا جلسة حتى نصوت إلى الدكتور محمد الشدعني. والمناسبة حتى البارتي يعني تم الحديث معه من قوى الإطار التنسيقي، والسيد مثنى الشام الرأي حمل رسالة واضحة من الرئيس مسعود البرزاني في أنه أيضا سيصوتون إلى الدكتور محمود المشهداني. القضية مقتنية بعقد جلسة، من يعرقل عقد الجلسة هو محسن المندلاوي، وقوى الإطار على ما يبدو وبالاتفاق مع الحلبوسي، بالاتفاق مع الحلبوسي، وقوى الإطار أصبحت كل قوى المسلوبة الإرادة لا تستطيع أن تضغط من أجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس. قد لا تحدث هناك جلسة لانتخاب الرئيس، يعني قرار العزم والسيادة أبلغوا إلى قوى الإطار لن ندخل بعد جلسة لمجلس النواب إذا لم يتضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس لمجلس النواب. فعليا الآن مجلس النواب في عطلة تشريعية تنتهي في نهاية الشهر 11. لا، هي كانت توقف مجلس النواب بسبب انتخابات كردستان، الآن انتهت انتخابات كردستان. عطلة تشريعية لمدة شهرين. نعم. قصدي ممكن الآن عقد جلسة أو التقرير لعقد جلسة. طيب. أكو مؤشرات لتوقيت معين أو يوم معين لعقد الجلسة؟ الاتفاق كما تم التباني عليه. إذا 22 يعني بكرة. أي. بكرة ما راح تصير جلسة. ما راح تصير جلسة. قرار العزم والسيادة لن يدخلوا أو يقبلوا في أن تعقد جلسة لمجلس النواب بعد الآن إن لم يتضمن جدول الأعمال. فقرة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. وأن تكون أول الفقرات. طبعاً. أول الفقرات. أصلاً يعني عملية انتخاب رئيس تحتاج في جدول الأعمال أن يوضع يوم محدد لانتخاب الرئيس. يعني الوضع أهمية هذا الموقع. يعني تستدعي في أنه مو يكون انتخاب الرئيس من ضمن فقرات أخرى. يفترض في أن تحدد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب. أنت كشخص لست مع فكرة الأقاليم، ولو هي موجودة في الدستور وحق دستوري وأن تكون أقاليم إدارية. ليس تقسيم على أقل تقدير، لكن كشخص تسعى إلى أن تكون هناك الموجودة الآن بدون أقاليم ولكردستان خصوصية، لكن بذات الوقت ما يجري من عدم انتخاب رئيس لمجلس النواب، تمييز لمكون على مكون، هكذا ما يتحدث فيه الطبقة السياسية السنية وحتى الكردية، التعامل بإزدواجية في كثير من القضايا، والتهميش السني،
قد يدفع بالبعض للذهاب إلى أقليم. شوف، قضية الأقاليم علينا أن نناقشها في بعدها الدستوري والقانوني ثم نناقشها في بعدها السياسي. في منطق إدارة الدولة يفترض أن يكون هنالك معيار واحد، هو معيار الدستور والقانون، ولا توجد عملية ازدواجية بالمعايير. يعني مسطرة الدستور والقانون يفترض أن تكون هي المسطرة التي يقاس عليها كل مفردات وملفات الدولة. ضمن هذا المعيار وضمن هذا المفهوم، الدستور قد نص على حق تشكيل الأقاليم. أنا أنتمي لجهة سياسية كان لديها موقف رافض إلى الدستور في فترة كتابة الدستور، وسبب رفضنا إلى الدستور لكونه تضمن الأقلمة. صح. لكن عندما مرر الدستور وأعطى الحق بإنشاء الأقاليم، فهنا أصبح حق لأي جهة أو لأي مجتمع في محافظة أو ثلاث محافظات أن يسعون إلى إنشاء إقليم، فهنالك رخصة وحق في الدستور تتيح لهم ذلك. صح. ما عندكم رغبة في إنشاء أقاليم أخرى، اذهبوا إلى تعديل الدستور. أما في ظل وجود الدستور ووجود هذا الحق الدستوري، تصبح هنالك ازدواجية في المعايير. طيب. نبارك لإقليم كردستان من يجري انتخابات اللي تعزز الإقليم، ثم أي جهة سياسية أخرى إن كانت في البصرة أو إن كانت في الأنبار تسعى إلى إنشاء إقليم، نروح نخونها ونقولها أنت قاعدة تسعين إلى تقسيم العراق. هذه ازدواجية في المعايير. لو نمشي على معيار الدستور والقانون، وفي معيار الدستور والقانون هو حق موجود لكل محافظة ولكل مجتمع متى ما توفرت الخطوات التي نص عليها الدستور. طيب. يفترض هو حق لكل محافظة ولكل مجتمع. أما هذه الازدواجية في المعايير، في أننا نثني على أقليم كردستان ونعتبر خائن من يسعى إلى تشكيل أقليم في محافظات أخرى، هذه ازدواجية بالمعايير. من يقوم بهذه الازدواجية؟ الكثير من القوى السياسية. شخص لها، شخصها. يعني أغلب قوى الإطار التنسيقي عندما برزت محافظة صلاح الدين وسووا تصويت في مجلس المحافظة لإنشاء إقليم، هددوا في أوامر القاء قبض ضدهم. البصرة عندما سعت أيام وائل عبد اللطيف لإنشاء إقليم أيضا خونوا وهددوا واعتبروا خونة. يعني الكثير من الجهات. الإطار ما يريد يطبق الدستور؟ يريد يمشي عملية سياسية بمزاجه؟ أحسنت. أكو هذا اللي أقول، بعض الأطراف السياسية تتعامل بازدواجية، لا تستطيع أن تتعامل بمنطق الدستور والقانون في اعتبار ما. أنا أقول لك أني رافض للأقاليم، لكن بالنسبة لي أؤمن بمعيار الدستور والقانون، ولذلك أقول ما دام هو حق دستوري وقانوني فأي طيب. جهة من حقها إذا تطالب بالأقاليم. طيب. أنا قلت هاي القصة بها معيارين، بها بعدين عفوا، بعد دستوري وقانوني وبعد سياسي. نعم. في البعد الدستوري والقانوني هو حق دستوري وقانوني للجميع. طيب. ومو من حق أي جهة أن تخون أي مجتمع أو أي فئة سياسية تحاول أن تسعى لتشكيل أقاليم. الدستور ضامن، الدستور هو اللي أعطى مثل هذا الحق. صح. في البعد السياسي، لماذا اليوم مجتمعات تبحث عن تشكيل أقاليم؟ لأنها لا تستشعر بالعدالة من قبل حكومة بغداد. فالذي يسعى في أن لا تتشكل أقاليم عليه أن يوصل رسالة مطمئنة لكل المجتمع العراقي في أنهم جميعهم مواطنين درجة أولى، في أنه لا يوجد مميزة، حتى لا يعني تنمو فكرة تشكيل الأقاليم والانفصال عن بغداد. جيد. هسه من تسألني أقول لك الكثير من المفاصل أصبحت توصل رسالة سلبية. هسه بمنطق الدولة أنا أؤمن بمعيار الكفاءة، ما يهمني الموقع التنفيذي شنو لونه، شنو انتماءه، شنو شكله، لكن المجتمع عليه أن يجد نفسه ممثل في كل مفاصل الدولة. اليوم الكثير من السلطات الاتحادية التنفيذية على مستوى أمانة بغداد، على مستوى وزارة الداخلية، على مستوى وزارة النقل، على مستوى وزارة النفط، على مستوى وزارة العمل، على
كثير من الوزارات أصبح نوع من الهيمنة الشيعية على المواقع فيها، إلى الحد اللي في تاريخ الدولة العراقية ما صار عندنا هيك حالة. يعني بكل تأكيد هو معيار الكفاءة هو الأساس. طيب. لكن لما مثلا من أجي أباوع اليوم في عندي في بغداد 15 مديرية للبلدية. 15 مديرية. من ال 15 مديرية فقط 2 سنة، أبو العظمية وأبو الكرخ. و13 بلدية كلهم شيعة. هذا مو منطق. وزارة الداخلية 16 مديرية بيها. 16 مديرية كلها شيعة ولا مديرية سني. ماكوش منطق. هذا 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 مو اللي اللي ما يريد أقاليم عليه أن يطمئن المجتمع. أن يوصل رسالة مطمئنة للمجتمع في أنه أنتم موجودين. الموقع الأول للسنة رئاسة مجلس النواب صار لسنة معطل. فلما تطلع بعض الأطراف السنية اليوم تسعى لإقليم، ما أقدر أجي ما أقولها حقك. وهي تشوف نفسها مهمشة في الدولة. صح. مهمشة في التمثيل في الدولة. أرجع أقول المعيار هو الكفاءة. طيب. بس لم تعقر نساء السنية حتى ما يجيني مدير عام سني في هذا الوزارة أو في هذا. يعني فعليا كقوة سياسية سنية ساعية للأقليم؟ يعني أكيد أكو أطراف ساعية. والمجتمع السني؟ والمجتمع السني أقدر أقول لك يعني ما عندي فد إحصائية دقيقة، لكن عندي استشعار. أكو فرق بين الإحصائية اللي بالاستشعار اليوم أقول لك فد 80% من المجتمع السني يسعى للأقليم. 80% من المجتمع السني يسعى للإقليم، والسبب هذا الذي ذكرته، ما دي يشوف نفسه ممثل بالدولة. طيب، هل فعلا كانت هناك لقاءات أو اجتماعات مع فاعل سياسي خارجي مثل بريطانيا في موضوع الإقليم السني؟ يعني احنا كعزم ما عندنا، لم تحدث لدينا هكذا لقاءات أو هكذا اجتماعات. بالفضاء اللي تسمع بيه بالسوشيال ميديا أو التسريبات، سمعنا بعض الجهات السياسية السنية حدثت لديها مثل هذا مثل هذه الاجتماعات، لكن هل عندي معلومة مؤكدة حتى أقول سين من الناس أو أسميه بعينه؟ حقيقة ما عندي معلومة، فلذلك ما أقدر أتهم جزافا جهات معينة. بالوضع العام نسمع مثل هكذا أحاديث. طيب، نقطة اللا عودة بالذهاب إلى الأقاليم، يعني بالوضع الهش في الداخل العراقي والوضع الإقليمي المتفجر، يعني بدون الذهاب إلى الأقاليم، قراءتي لما يحدث في الساحل في المنطقة أن الحرب لن تتوقف ونرجع إلى ما قبل 7 أكتوبر وحب خالك وحب عمك ويرجع الوضع على ما هو عليه. الحرب الدائرة في المنطقة ستفضي إلى تغييرات بالجيوبوليتيك للكثير من الدول، وممكن جغرافية بعض الدول تتأثر بكل تأكيد، أنظمة تتأثر. من وجهة نظري ما يحدث أنهى بشكل واضح عهد الإسلام السياسي بجناحيه الشيعي والسني، وقد نكون مقدمين على أيديولوجية جديدة تحكم المنطقة مثل ما حكمت المنطقة قبل أكثر من 3 عقود. الثقافة العروبية، ولأكثر من 70 سنة الثقافة العروبية كانت هي السائدة في المنطقة، والوطن العربي والوحدة العربية، مثل ما انتهى عصر القومية العربية ودخلنا إلى عصر الإسلام السياسي اللي أنتجنا القاعدة وداعش وميليشيات ومحور مقاومة، وبالبعد السياسي محور شيعي تقود إيران ومحور سني تقود تركيا، وإجا دعم أمريكي في وقت الديمقراطيين في عهد أوباما لمثل هذه المحاور، وأصبحت ما نتحدث عن وطن عربي، نتحدث عن شرق أوسط جديد. ومثل ما انتهت فترة القومية وأجتنا فترة الإسلام السياسي، أنا شايف ما يحدث في المنطقة الآن سينهي فترة الإسلام السياسي في العراق وفي المنطقة، وليس في العراق، في طيب. المنطقة. بس بهذه الجزئية، يعني عم استفيد من حضرتك بوضع ما يجري في المنطقة، في هذه الجزئية وفق المتغيرات والانعكاسات ستدفع السنة إلى الإقليم؟ مو تدفع السنة إلى الإقليم، إنما أقول أكو أيديولوجية جديدة ستحكم المنطقة.
والعراق جزء من حالة المنطقة. طيب سيناريو هاي الأيديولوجية، شنو عنوان هذه الأيديولوجية، شنو أهدافها، من الفاعل السياسي فيها؟ الكثير من هذه الأسئلة يعني هي في إطار التحليل، لا أستطيع أن أعطي أجوبة جازمة بها. ستعطي جواب جازم يقول لك أنت عندك معلومات أنت جزء منها، فهي في إطار التحليل، في إطار التحليل. فأقول كلها مبهمة، لكن الأحداث ستكشف عن نفسها سريعا. يعني إحنا اليوم 20 بالشهر 21، يعني الكثير من هذه الأسئلة قبل 5/11 ستتوضح أجوبتها. طبيعة الضربة، ضربة الكيان الصهيوني إلى إيران ستكشف عن إجابات لما طرحته من أسئلة مبهمة. نتائج الانتخابات الأمريكية أيضا ستحدد إجابات لما طرحناه مثل هذه الأسئلة. استمرار حكم الديمقراطيين سيفضي إلى نهايات تختلف عما إذا ما جاء ترامب، سيفضي إلى نهايات أخرى كما قد تعرف حضرتك، ولكن قد يكون هو مو واضح بالنسبة للكثيرين. تعرف ملف السياسة الخارجية مو ملف يهم المواطن الأمريكي، ولذلك للإدارة الأمريكية تصبح نوع من المرونة العالية لرؤاها وكيف تحققها. يعني مثلا احنا شهدنا في وقت بوش كان زواج كاثوليكي مع العراق، مرتين بالأسبوع فيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء، اجى أوباما سوى الطلاق مع العراق والانسحاب من العراق. فملف السياسة الخارجية ملف مرن تعتمد على عقلية الإدارة التي تأتي. فأقول إدارة الديمقراطيين مخرجاتها ستكون تختلف. شكل تختلف عن إدارة ترامب تحديدا، مخرجاتها ستكون شكل. فلذلك ما يحدث في المنطقة سيؤطره أو يكشف عنه يمكن الأسبوعين القادمين. طبيعة الضربة إلى إيران، هسه خلينا نفصل. تتوقع أنه يكون هناك ضربة قوية جدا؟ يعني القضية خرجت من إطار التوقع. هناك ضربة من قبل الكيان الصهيوني إلى إيران أشبه بأن تكون حتمية. حتمية، بس ما تستهدف المفاعل النووي؟ ما نعرف بعد شدة الضربة ونوع الضربة، لكن الواضح بالنسبة لي، شوف أستاذ نصير، قبل 7 أكتوبر قبل طوفان الأقصى كان هنالك حرب باردة بين الكيان الصهيوني وحلفائه وبين إيران ومحورها. في هذه الحرب الباردة كان هنالك تباني على أن يكون الاشتباك ما دون الخطوط الحمراء. سبب استهداف قاسم سليماني والله يرحمه أبو مهدي المهندس أنه قبلها كان هنالك هجوم من كتائب حزب الله على القاعدة الأمريكية في كركوك ومقتل 4 مقاولين أميركان. صح. فعندما تم تجاوز الخطوط الحمراء تم الرد على تجاوز أيضا للخطوط الحمراء. في تلك الحرب الباردة كان من يمثل قوة الردع هو إيران ومحورها، وكان الكيان الصهيوني ضمن نظرية أنه الدم الصهيوني غالي، وإذا كان هنالك قتلى إسرائيليين فرح الهجرة تكون عكسية، بدل ما تكون إلى إسرائيل ستكون، فكانت تلعب دور الكونسيرفاتيف المحافظ. لكن طوفان الأقصى قد أنهى الحرب الباردة إلى حرب معلنة، وتحاول دولة الكيان أن تفرض نفسها كقوة ردع وحيدة في المنطقة. يعني هذه القوة المفرطة التي تستخدمها الهدف من أدها تريد أن توصل رسالة واضحة في أنها قوة الردع الوحيدة الموجودة في المنطقة. طيب. المتغير الآخر والخطير أن قوة الردع لدولة الكيان ما عاد لها فقط حاضنة أمريكية وأوروبية، إنما هنالك حاضنة إسلامية وعربية لها. رغم قساوة هذه الحقيقة لكن هذا واقع. اليوم الكثير من الدول العربية والإسلامية غيرت أو ضمن نظرية الأولويات، ضمن مفهومها الذي لا نتفق معه، يقول لك يعني أولويتي ما عادت الكيان الصهيوني، أولويتي الخلاص من محور المقاومة. لأن اليوم اللي دي أثر على وجودي هو محور المقاومة. فبعقلية أكرر التي لا نتفق معها، بعقلية هذه الدول أصبحت توفر حاضنة
آلة الردع لدولة الكيان. وهذا أكبر مؤشر خطير وفرصة يحاول أن يستغلها نتنياهو أبشع استغلال، ولذلك يريد أن يفرض نفسه كقوة ردع. ضمن هذا ضمن هذا المفهوم بكل تأكيد نتوقع أن الضربة إلى إيران ستكون يعني ضربة قاسية جدا. بذات مفهوم الردع الذي يحاول أن يفرضه. جيد، بذات الوقت إيران لن تسكت، ولديها أذرعها موجودة في المنطقة، لديها أسلحة، لديها مواقع عملية استخبارية، وضع استخباراتي، دولة ليست بالهينة، ممكن أن تكون وقد ولديها الاستعداد أن تدخل حرب. يعني شوف، المتتبع لخطوات الجمهورية الإسلامية في إيران أنها تحاول أن تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 7 أكتوبر الآن. وهذا دا أشوفه يعني صعب جدا، ولذلك دا تحاول أن تسلك سلوك دبلوماسي، الطرق السياسية، لأنها تدرك أن موازين القوى غير متكافئة، موازين القوى العسكرية غير متكافئة. دولة الكيان هي الدولة النووية الوحيدة الموجودة في المنطقة، وأكرر وإيران أيضا تمتلك النووي. لا تمتلك، تحاول أن تمتلك لكنها لا تمتلك. القضية الأخرى الحاضنة لقوة الفتك الصهيونية، قلت لك اليوم أكو حاضنة أممية، حاضنة أمريكية، حاضنة أوروبية، وحواضن إسلامية وعربية، وهذا متغير كبير. إيران لا تملك مثل هذه الحواضن. طيب، أتذكر الله يرحمه حسن نصر الله 2006 المسيحي كان يشيل صورته قبل الشيعي، لكنه خسر الكثير من رصيده الإسلامي والعربي بسبب دفاعه عن نظام بشار. نظام بشار استكثر بنعي محترم الحسن نصر الله. سوريا استكثرت نعي يليق بحسن نصر الله. فلذلك أقول إيران ومحور على مستوى الدول التي هي جزء من محورها لديها قراءة حقيقية لموازين القوى، وتدرك أن موازين القوى ليس في صالحها، ولذلك إيران تحاول أن تسلك الطريق الدبلوماسي كي تتجنب التصعيد العسكري. جيد. لذلك الآن موقفها عندما تعلن عن رغبتها واستعدادها لوقف إطلاق النار مقابل السلام، السؤال السلام مع من؟ عندما يتكلم اليوم وزير الخارجية الإيراني ويطالب بوقف إطلاق النار مقابل السلام، السلام مع من؟ هذا مؤشر خطير، يعني مع الكيان الصهيوني، لأن هو الكيان الصهيوني هو الذي يستهدف إيران ويستهدف محور. فإيران لم تذهب هذا المذهب إلا بقراءتها الواقعية أن موازين القوى غير متكافئة. لكن بالمقابل هل ممكن أن يكون هناك خلال الأيام القادمة جلسة حوار، طاولة حوار، أم انتهى الموضوع السياسي خلص؟ يعني المنطق أن الحرب لا تستمر. يعني ماكو حرب. لكن ما يراد له. 100 عامها من تهد. يعني بالضبط. لكن ما يراد. قصدي ما يراد واضح أن دولة الكيان تحاول أن تفرض نفسها كقوة ردع وتتفاوض. عندما تحاول أن تقود إلى سلام شامل في المنطقة، ولذلك أقول هاي الأسبوعين ممكن أن تكون كاشفة إلى مآلات المرحلة الجديدة. طيب. التي ينتجها أو تنتجها الحرب الدائرة. يعني الحرب الدائرة الآن لن تنتهي بالعودة إلى الماضي. طيب، إنما ستنتج واقعا جديدا في المنطقة. جيد، هذا الواقع الجديد بالمنطقة، حصة العراق من هذا الواقع الجديد؟ مو فقط العراق، كل المناطق الهشة، والعراق واحدة من المناطق الهشة، ستكون ارتدادات سلبية للواقع الجديد عليها. كيف؟ قلت لك أنا ما يعني ما أقدر أتكلم يعني عن يعني الملامح. يعني أغلبية وصلوا الآن إلى مرحلة لا يقدر يحلل ولا يقدر يطمع معلومة ولا يقدر يتوقع. لا، مو أنا دا أقول أكو مرحلة الإسلام السياسي انتهت. طيب، كما تعرف حضرتك اليوم محور المقاومة من هو الجهاز التنفيذي به؟ هو حزب الله. طيب، يعني بدون حزب الله الحوثي ما عنده هاي القوة.
فصائل المقاومة بالعراق ما عندها هاي القوة، تضعف قوتها بشكل كبير جدا. طيب اليوم القرار دولة الكيان وما شفناه من عمليات تصفية للخط الأول لقيادات حزب الله، هذا التفوق الاستخباري على المستوى التكنولوجي، على المستوى الساتلايت، على المستوى البشري، يعني حزب الله كان ميزته أنه هو بمنظومته الأمنية مو بمنظومته العسكرية. عندما تخترق المنظومة الأمنية بهذه الطريقة وخلال فترة وجيزة أكثر من يعني 50 شخصية من قيادات الخط الأول، من قيادات الرضوان إلى الله يرحمه حسن نصر الله، يعني إلى نائبة يعني ينتخب أمين عام بعد 4 أيام هو وقيادات الأخرى كلها تصفن، فهذا معناه هنالك اليوم نوع من الهيمنة الاستخبارية اللي صارت جيد لدى العراق. العراق ولذلك الآن أقول انتهاء العنصر المؤثر لمحور المقاومة اللي هو حزب الله بكل تأكيد سيضعف بقية أجنحة محور المقاومة. جيد، العراقيين كلهم الآن في حالة قلق. إيه طبعا واضح حالة قلق طبعًا. وشوفوك الناس لما تكون أنت موجود في أسواق معينة، في الشارع، في جلسة سياسية، في جلسة مع أصدقائك، في جلسة مع الشباب اللي موجودين دائما يجلسون هذه الجلسات، أول سؤالي الآن أصبح كالآتي: شنو وضعنا بالعراق؟ إيش حيصير بالعراق؟ صح؟ ما قلت لك وهنا أنا يقول لك لازم تجاوبني. أنا ما أقتنع يعني أي شاب أو أي شاب يقول لك ما أقتنع أنه أنت حيدر الملة أو أنت كإعلام ما تعرف. الأسبوعين القادمة ستكون كاشفة إلى مآلات المنطقة. لماذا الأسبوعين القادمة؟ لأنها مرتهنة بطبيعة الضربة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران ونتائج الانتخابات الأمريكية ستكون كاشفة ومحددة إلى مآلات الحرب ونهاياتها. طيب هذه كاشفة، أنت إيش تتوقع؟ رؤيتك، قراءاتك، مؤشراتك؟ مرحلة الإسلام السياسي ستنتهي. طيب وهنالك تسوية شاملة في المنطقة برمتها وهنالك تغيير بجيوبوليتيك لبعض الدول. العراق من ضمنها؟ وقد يكون العراق من ضمنها لا سامح الله. وقد يكون العراق من ضمنها لا سامح الله. شنو طبيعة التغيير ممكن اللي يصير؟ يعني اليوم خلينا نقول الآتي: عندما يتكلم أو تتكلم المملكة العربية السعودية أنا يعني أكو قضيتين هما ما يعني أكو نوع من الحنكة السياسية في طرحها. قضية الوقف إطلاق النار اللي تطالب به الجمهورية الإسلامية في إيران مقابل السلام دون أن تحدد السلام مع من، وكذلك موقف المملكة العربية السعودية عندما تتحدث عن استعدادها للتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل تنفيذ قرار الدولتين، ولكن لم يحدد جغرافية دولة فلسطين. هل ستكون كما يتمنى الفلسطينيون والعروبيون والقوميون ونحن من ضمنهم في أن تكون دولة فلسطين عاصمة القدس، أم هي دولة فلسطين في حدود جغرافية أخرى؟ فإذا كانت في حدود جغرافية أخرى يقينا ستكون جزء من أراضي العراق، هي الوطن البديل. يقينا يقينا. شوف، واحدة من أهم مخاطر نظامنا السياسي بعد 2003 أنه لم يستطع بسبب ارتباطات بعض الجهات السياسية، لا أقول جميعها، بسبب بعض الجهات بالعامل الخارجي أضعفوا السيادة العراقية فعلا. يعني أتذكر أني يمكن السياسي الوحيد اللي دائما ما كنت أصرح أنه أقول لا تعني لي، يمكن وياك أول مرة، لا تعني لي العمامة الإيرانية ولا القبعة الأمريكية ولا الطربوش التركي ولا العقال الخليجي على حساب السيادة العراقية، لأنه إذا بقينا نرتبط واحد بمحور سني تركي واحد بمحور شيعي إيراني راح نضعف الواقع العراقي. اليوم دا نحصد نتائج الارتهان السيادة بالعامل الخارجي. من تصير جد الجد كل دولة ستحافظ على مصالحها. قلت لك نظام بشار استكثر بحسن نصر الله بيان. ليش؟ لأنه استشعر وجود الدولة السورية في خطر.
شرح وجود نظامه في خطر. جيد، هذول هم أيديولوجية عندهم معينة، القوة السياسية اللي موجودة على أقل تقدير، وعدها استعداد تروح تطبع، أو عدها استعداد تروح تقعد مع سلام، أو عدها استعداد تسلم ما تريده من القوة التي لديها ارتباطات خارجية. ما عدا يعني مشكلة. أنا دا أقول يعني بالعراق يقول لك بالشارع العام يقول لك بعين قضية. أنا دا أقول. إحنا نقول البعض. أنا بالنسبة لي مواليد 69 نشأت في بيئة عروبية إسلامية. طيب. فلسطين تشكل جوهر عقيدتنا. جي. قايلها في المجالس الخاصة وأقولها بالإعلام، أتمنى أموت ولا أشوف القضية اللي تربيت عليها اللي هي القضية الفلسطينية محل مساومة. أتمنى أموت والله العظيم. يعني الإنسان إيش قدر يدي يعيش؟ صح. فأتمنى أموت ولا أشوف القضية الفلسطينية محل مساومة. إيه بس هذا كلامك يقول لك أنه يعني أنت الآن تشوف أنه أكو قضية فلسطينية محل مساومة حصير. مليار بالمئة محل مساومة، مو 100%، مليار بالمئة. واللي ما يشوف إيش راح يصير بالمنطقة إلا أعمى. طيب. أو يحكي بمشاعره مو بعقله. جيد. الآن لما تتحدث مع بعض القوى السياسية السياسيين بغض النظر شو كانت طبيعة وضعهم، يتحدث يقول لك لا تخاف، العراق في مأمن، ما راح يصير عندنا شيء، رقم واحد، وإحنا قادرين إنه نتعامل مع أي طرف معين. يعني إدارة الدولة مو سوالف ولا بالأمنيات، إدارة الدولة بالعمل، وعمل سياسي حثيث يراد لناس محنكين. إحنا مع الأسف بالعراق بسبب سوء أداء بعض الأطراف السياسية سفهنا العمل السياسي، فصار يعني القرعة ومشعر يحكي بالسياسة والكل يشتغل بالسياسة. لا والله، الوضع في المنطقة مقلق، والوضع في العراق سيتأثر بأحداث المنطقة، ويحتاج إلى طاولة وطنية حقيقية وليس طاولة مكوناتية. يعني أعتقد مثل هذا الخطر المحدق في المنطقة يحتاج إلى رؤية عراقية، ما إلى رؤية شيعية وسنية. ما عندهم رؤية، ما عندهم رؤية. يعني إذا ما نقدر نخلق رؤية عراقية ونطلع من هذا، يعني على أقل تقدير خلي التحاصص الشيعة والسنة والكرد على مستوى المناصب المواقع، لكن في هكذا أزمة تحتاج إلى رؤية عراقية مو إلى رؤية مكوناتية. نحتاج إلى طبقة سياسية تؤمن أنهم عراقيين مو عرقيين. نحتاج عراقيين فعلا مو عرقيين. طبيعة الأزمة تحتاج إلى إرادة عراقية مو إلى إرادة عرقية، ونبقى نغوص هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي. جي. وإلا البلد رايح إلى المجهول لا سامح الله. هذا كل سنوات نقول البلد رايح إلى المجهول وذات الحال. الوضع في المنطقة نصير ينذر بخطر كبير. دحكيها نقول. أقول لك الوضع يا نصير في المنطقة ينذر إلى خطر كبير. شايف الكاسجة ينذر بخطر كبير. جيد أوكي، وضع العراق شلون حيكون؟ قد يتأثر أمنيات العراقيين. أكو نوع من التسويات قد تحدث على حساب جغرافية العراق. إيه وضحها هاي النقطة. يعني شلون صرت وضع التسوية؟ قلت لك اليوم نتكلم المملكة العربية السعودية. جيد أوكي، حيكون أنه أوكي توطين الفلسطيني الموجودين حصر في محافظات معينة، هذه الطبقة السياسية تروح؟ ستجبر مو بإرادتها. طيب. الأغلب العام من الطبقة السياسية، ما قلت لك لم نستطع أن نخلق من العراق كإرادة تستطيع أن تدفع ضرر رياح التغيير في المنطقة عن المجتمع وعن جغرافية العراق. طيب. وضعنا هش مع جي. كل الأسف لأنه 20 سنة، أرجع وأكررها، حلوة هي طلعات 20 سنة، الطبقة السياسية تتعامل بعرقية مو تتعامل بعراقية. الإسفاف في الطائفية السياسية نتائجها دولة ضعيفة مو نتائجها دولة قوية. طيب، راح تقول لي ركزت جدا، سويت فوكس كثير على هذا الموضوع اللي هو في خص أنا اليوم إذا أردت تغيير طبقة سياسية بانعكاسات المنطقة شو حصل عملية التغيير؟ حقول لي تفضل أستاذ حيدر مولا، شكرا جزيلا، توكل على الله بعد ما احتاجك بالعملية السياسية. لا هو مو لا شلون حيجبروه؟ يعني مو احنا قلت لك ما نعرف مآلات التغيير. يعني اليوم اكو حرب، يعني لما نقول القوى السياسيه بسمح لي بالعراق ما يعرفون هاي فعليا سؤال حقيقه سؤال حقيقه سؤال لحظه بس سؤال في علم المنطق يقولون من خلال المعلوم نكتشف المجهول. خلينا نمشي انا وياك شنو المعلوم اللي عندنا؟ اكو حرب دائره في المنطقه لو ما حرب دائره. جيد. الحرب بين من ومن فعليا؟
بين الكيان الصهيوني وإيران ومحور المقاومة. لا، بين الكيان الصهيوني وحلفائه، وبين إيران وحلفائه وحلفائها ومحورها. صح؟ صح. جيد. من هم حلفاء الكيان الصهيوني؟ محور المقاومة. وأوروبا؟ الكيان الصهيوني؟ أي أمريكا وأوروبا طبعا. أوروبا؟ وجزء من دول عربية وجزء من دول إسلامية. هذا الطامة الأكبر. صح لو مو صحيح؟ صحيح. تريد نصير مثل النعامة من باوع الحقيقة؟ لا، نحكي حقيقة. أوكي. وإيران ودول المحور مالتها معروفة. صح؟ صح. واحدة من دول المحور طفرت، اللي هي سوريا. بس حيرجعوها. زين. الدولة الثانية اللي هي بالحقيقة مو لبنان، حزب الله. لأن حزب الله صار فوق الدولة اللبنانية. رجعوا في 100 سنة اللي ورا لو ما رجعوا 100 سنة. جيد. منو ظل من عندك من المحور؟ العراق واليمن. اليمن. تمام لو متى. جيد. هذه الحرب، هذا المعلوم الأول. المعلوم الثاني، هذه الحرب أبدية لو تنتهي. لابد أن تنتهي. لابد أن تنتهي. زين. من تنتهي شنو هدف الكيان الصهيوني من الحرب؟ شنو الهدف؟ أنا ما أقدر أقولها عجب. لا، واضح. أنا أقول لك يا شنو الهدف. بالنسبة إلى هي ما تقبل بحل الدولتين بعد. لا لا، قصدي بالنسبة إلى اليوم يقول لك أنا كيان غصبا عنك انزرعت في المنطقة. صح. يعاني من قضيتين من سنة 48 لحد الآن. شنو هي القضيتين؟ الأولى الاعتراف، والثانية أمن القومي. صح لمو صحيح؟ صحيح. الاعتراف بدأ يحقق بحلفاء مع هذه الدول. لا لا، شرح جيلك. نجي على الاعتراف. بالاعتراف أكو عندنا تجربتين. كام ديفيد ووادي عربة. زين. صح لمو صحيح؟ صحيح. ثم التطبيع الأخير اللي سووه الإماراتيين. لحد هذه اللحظة كام ديفيد كانت أول تجربة تطبيع بين مصر وإسرائيل، ووادي عربة اللي كانت بين الأردن وإسرائيل. صح. هل التطبيع استطاعت الأنظمة أن تعكسه على مستوى مجتمعي؟ لا. لحد الآن المجتمع المصري والمجتمع الأردني أن يسميها، ما يعترف بها دولة إسرائيل، يعتبر دولة الكيان 100%. أصلاً يعتبر أي أحد يتعامل بها دولة هو عميل. صح لمو صحيح؟ صحيح. دولة الكيان تريد أن تغير هاي المعادلة، تسعى من هذه الحرب لتغيير هذه المعادلة. تغييرها مو فقط سياسياً، تغييرها سياسياً ومجتمعياً. الاعتراف الذي يحقق الأمن الغائب عن دولة الكيان. ولذلك أقول نهايات الحرب قد تفضي إلى متغيرات كبيرة في المنطقة. اليوم شفنا أول وحدة من دول المحور طفرت، سوريا، وإيران على الموقف الرسمي تعلن وقف إطلاق النار مقابل السلام. جيد. خلينا إحنا بنطفر. بس لحظة. بس لحظة. شأني أتمنى أكو فرق بين التمني على المستوى الشخصي وبين قرار الدولة. سؤال، لو ذهبت المنطقة كلها برمتها إلى تسوية، العراق شو يسوي؟ تعتمد على حسب طبيعة التسوية. يعني اليوم احنا بالعراق عندنا موقفين. موقف حكومي عندنا رسمي، عندنا ثنائية القرار، موقف حكومي رسمي. نعم. وموقف فصائل المقاومة. صح. موقف الحكومي الرسمي الأقوى، لماذا؟ لأنه مرجعية السيستاني وفرت له غطاء. كيف يتعامل مع الأزمة؟ في بعدها الإنساني والدعم الإعلامي والجهد السياسي. طيب. ورفض إقحام العراق بأي عمليات عسكرية. طيب. صح لو مو صحيح؟ 100%. بمنطق إيران ومحور المقاومة هذا موقف متخاذل. أوف. صح لو مو صحيح؟ أوف. إيه أمير. يقول لك أنا بحالة حرب. إيه. صح لو مو صحيح؟ صح. أنا بحالة حرب. فأي موقف لا يكون مساند إلي عسكريا، إذن هذا حالة حرب. سؤال آخر. إيران اليوم موقفها الرسمي تقول إذا استخدمت أجواء العراق، أي دولة، لم تتكلم على العراق، أي دولة إذا استخدمت أجواء من قبل الكيان الصهيوني بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران
فإذا هذه الدولة نعتبرها عدو. ليش العراق اليوم سيطر على الأجواء؟ أبداً. لو مسيطر على الأجواء ما يستخدموها الأمريكان لضرب الله يرحم أبو مهدي المهندس ومقتل قاسم سليماني. صح لو مو صحيح؟ فأقول لك الوضع مرتبك، الوضع متداخل بطريقة لا تستطيع أن تجزم بمآلاته ونهاياته. طيب. زين، التهديد الإيراني هل تملك القدرة والقابلية على تنفيذه أو لا تملك؟ أيضا يحمل إجابتين. نقدر مثل ما خلنا نحكي بالعامية نلحق على وضعنا؟ نلحق على وضعنا إذا كانت هنالك إرادة عراقية وليست عرقية تغادر الاصطفافات الطائفية وتخرج إرادة عراقية لمجابهة ما يحدث في المنطقة، وأن تكون رؤية مو رؤية اتفاقية، مو فلان الفلاني يقول أنا ما لي علاقة، أنا أمثل جهة أخرى وهذا يقول أنا ما لي علاقة. رؤية عراقية تستطيع أن تحافظ على الواقع العراقي. لو تقدم نصيحة للقوى السياسية، شنو طبيعة هذه النصيحة؟ أن يكونوا العراقيين يعني في مواجهة الأزمة. هذا 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 أنا اليوم أنا أجي أقول لك أستاذ حيدر، أنا سياسي، تعال قدم لي نصيحة شلون أنا أكون بمأمن بالعراق، صحني؟ أن ندرك أن طبيعة الصراع في المنطقة نتعامل معه بالعقل مو بالعواطف، موازين القوى مو في صالحنا. إحنا لا عندنا ترسانة عسكرية تستطيع أن تخوض معارك مع دول. أيام داعش شفناها الله لا يعودها، 40 سيارة سقطت محافظات. صح. صح العراقيين قدموا تضحيات جدا كبيرة دفاعا عن الوجود الإنساني، كون داعش كانت مهددة للوجود الإنساني مو مهددة فقط لجغرافية العراق. لكن أقول ليست لدينا القدرة والقابلية، لا عندنا قوة جوية، لا عندنا قوة صاروخية. فلذلك نحتاج إلى تفعيل جهودنا السياسي في أن نبعد العراق عن دائرة الصراع. أبعاد العراق تحدث عن دائرة أمريكا الصراع، وهذا شيء يحتاج نتحدث في أمريكا؟ لا طبعا التحالف مع الولايات المتحدة. لا نتحدث معهم؟ يعني أنا أعتقد واحد من أهم ما قامت به حكومة السيد محمد الشياع هو ترصين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في زيارته الأخيرة. لأنه يعني اليوم من عندك علاقة مع قوة عظمى تستطيع أن تستفاد من هذه العلاقة في أن تحافظ على وضعك. طيب. يعني واحدة من أهم منجزات أنا اللي أقراها اليوم حكومة السيد محمد الشياع هو حاول في حقل الألغام في أن يفوت جيد بنوع من العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. بما معنى إحنا ننتظر 15 يوم القادمة، هي ستحدد وضع ومصير المنطقة، ستكون كاشفة الكثير من الأحداث إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا حضرتك سيد حيدر الملة القيادي في تحالف العزم، أتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. أتمنى أنه بالفعل أنه العراق أنه يكون بعيد عن هذه الصراعات، ونكون بالنئب النفس عن ما يجري في المنطقة بتفاصيله. نعم نقدم المساعدات، نساعد أي دولة موجودة، لكن على أقل تقدير أنه حافظ على وجودنا، نحتكم إلى لغة الحوار، نستخدم كل علاقاتنا الموجودة في محيط المنطقة أو حتى مع المجتمع الدولي من أجل أن يكون العراق منقذ العراق. لغة الحوار مهمة جدا الآن، والهدوء مطلوب. ما استخدمنا لغة الحوار وما استخدمنا الهدوء المطلوب، قد تكون هناك انعكاسات كبيرة على هذا البلد. احنا ما نريد هذه الانعكاسات، نسعى للحفاظ على العراق بالرغم من الخلافات الموجودة السياسية والخلاف والجاب الكبير ما بين المجتمع العراقي والطبقة السياسية، لكن الشعب دائما مسامح ودائما ما يسعى إلى الحفاظ على هذا البلد. فمع هذا أنه احنا رغم كل اللي موجود نريد نحافظ على العراق. إلى اللقاء. جزاك الله.